بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، قسم النهائي شعبة الرياضيات والتقنية الرياضي وعلوم تجريبية، أقدم لكم تمرين فيما يخص الأمال الرياضياتي. انتبهوا مليح. إذا أمامكم التمرين، نص التمرين اقرأه مليح، اقرأه مليح. المطلوب: نعتبر الحادثين A سحب كرة من نفس اللون و B سحب كرة خضراء على الأقل. احسب احتمال الحوادث التالية A B و A تقاطع B. B هل الحادثين A B مستقلان؟ ثانيا، ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب مجموع الرقمين الظاهرين على الكرتين ألف شكل قانون احتمال التغير العشوائي X، و B احسب الأمل الرياضياتي X للمتغير العشوائي X. وش لاحظوا في النص؟ سحب، حالة سحب كرات في N واحد. نستعمل إذن التوفيقات سي 12 2. 12 هي مجموعة الكريات الموجودة في الكيس، و2 هي عدد الكرات المسحوبة. احتمال حادثة A، إذا P لA هي وشني؟ احتمال تكون عندها اللون، نحسب كرتين نفس اللون. عندنا في البيضاء عندنا ثلاث كرات بيضاء، نسحب اثنين كرات بيضاء. أو فيما يخص الحمراء كاين ربعة، كاين ربعة، هاي نسحب منها اثنين. أو في الكرات الخضراء كاين خمسة، نسحب منها اثنين على عدد الممكنات، نلقاو 19 على 66. إذن ما ندخلش في التفاصيل، أنا مديكم التفاصيل لهنا. فيما يخص احتمال الحادثة، احتمال الحادثة بي بي هي أولا هو لازم تكون، نقراوها، البي هي سحب كرة خضراء على الأقل. ها كرات، خمس كرات خضراء نسحبوا منها واحدة كرة يعني الأقل، ونحسبوا كرة أخرى من الألوان الأخرى والباقي. أو نسحبوا اثنين كرات، بيسكو هو قال لك على الأقل، نقدر نحسبوا واحدة ولا اثنين. أو سي خمسة اثنين، خمس كرات خضراء، زوج كرات خضراء مسحوبة. نتيجة هي 15 على 22. ما ندخلوش في التفاصيل. فيما يخص الحادثة A تقاطع B، والاحتمال المناسب هو سي 5 على 2 على 66. يعني معناه أن A تقاطع B هي الحادثة وشني؟ هي يكونوا زوج، يكونوا كرتين بنفس اللون ويكونوا خضراء على الأقل، وحدة خضراء على الأقل. إذن سي 2 على 5، 66 10 على 66، معناه 5 على 33. نعاود، إذا كانت تكون من نفس اللون ولكن تكون خضراء على الأقل، اخترنا دونك الخضراء، هي خمس كرات خضراء، نسحب منها اثنين، وهي بي كرة على الأقل، نقدر نسحب منها اثنين، بيسك على الأقل كرة خضراء، نسحب منها اثنين. إذن واش لاحظوا؟ إذا درنا الجدال بي أ مضروب في بي بي،
تمدلنا 95 على 484، وإذا حسبنا بي أ تقاطع بي تمدلنا 10 على 66. لاحظوا باللي بي لي أ تقاطع بي يختلف على بي أ جدا بي لي بي، أي أن الحادثين أ وبي غيرا مستقلين. السؤال الثاني، قيم المتغير العشوائي إكس، لنا إكس لدينا 5 كرات حاملة رقم 1، لدينا 6 كرات حاملة رقم 2، ولدينا 1 كرة حاملة الرقم 3. المجموع لهنا من الكرات هي 12، 5 زائد 6 زائد 1. إذن المجموع كيف نكون المجموع؟ 1 زائد 1 هي 2، يعني 1 من هذا الواحد الواحد نقدروا نختاروها من 5 كرات. زوج كرات، كرتين، دائما سحب كرتين. المجموع هذا 1 زائد 2 هو 3، نقدروا نختارها من 5 كرات، نزيد وحده من 6 كرات. مجموع 2 زائد 2، 2 وين نلقاهم؟ وين الكره اللي تحمل 2؟ هما كرات من 6 كرات الحامله لرقم 2. وفيما يخص 5، عندك نقدروا نختاروا كره من الكره الحامله لرقم 3 ونزيدوا لها، نضيفوا لها كره من 6 كرات الحامله رقم 2 تولي 5. اذا القيم للمتغير العشوائي اكس هي 2 3 4 و 5. الاحتمالات المناسبه عندك بي لي اكس 2 هي 5، كاين 5 كرات اللي عندهم الرقم 1، اذا اخترنا 2 منهم لي اخذنا 2، لان لهنا 2 عندنا 1 زائد 1، اذا سي 5 2 معناه 10 على 66. فيما يخص الاحتمال اذا كان اكس يساوي 3، هي وحده كره من 5 كرات اللي تحمل رقم 1 زائد 2 زائد يعني كره اخرى تحمل الرقم 2 تولي 3، ميم من الكرات لي 6. اذا لهنا عندنا 30 على 66. فيما يخص بي اكس يساوي 4، لهنا واش عندنا؟ عندنا اولا من 5 كرات اللي تحمل الرقم 1 عندنا 5 كرات، دونك وحده لهنا نزيدوا لها وحده اللي تحمل رقم 3، رقم 3 هنا اللي تحمل رقم 3. لنا تحمل رقم 1، او الزايد هذا يعني او من الكرات اللي تحمل الرقم 2 عندنا زوج كرات تحمل رقم 2، معناه لنا 2 زائد 2 تولي 4، ولكن من 6 كرات اللي تحمل الرقم 2 تولي 20 على 66. فيما يخص بي اكس يساوي 5، عندنا كرة من الكرات اللي تحمل رقم 2، هاي اللي تحمل رقم 2، ونزيدوا لها كرة اللي تحمل رقم 3 و لهنا الضرب هو معناه و. اذا 2 زائد 3 هي 5، اكس هي 5، وبعد الحساب تمدلنا 6 على 66. قانون احتمال
للعشوائي إكس. إذن إكس القيم تاعها هي 2 3 4 5. وفيما يخص الاحتمال 2 إكس إي هي 10 على 66، إكس إي هي 3 دونك بي إكس إي هي 30 على 66، إكس إي هي 4 الاحتمال المناسب هو 20 على 66. إذا كان إكس يساوي 5 الاحتمال المناسب هو 6 على 66. الأم الرياضيات هي وشن هي؟ هي أولي إكس معناها 2 مضروبة في الاحتمال 10 في 66 زايد 3 مضروب في 3 مضروب في 30 في 66 زايد 4 مضروب في 10 على 66 وزايد 5 مضروب في 6 على 66. لأن نلاحظوا باللي كان مقام مشترك 66 نحسبه في البسط، نجمعوا البسط بدنا 2 220 على 66 أو بعد الاختزال مدنا 10 على 3. إذن الأمل الرياضياتي هو أولي إكس يساوي 10 على 3. وانتهينا من التمرين والسلام عليكم.